أزيد من 20 مليون قطعة أثرية يعود تاريخها إلى قرون خلت، تحولت إلى رماد على إثر حريق شب في المتحف الوطني البرازيلي بريو دي جانيرو، متحف تم تشييده قبل 200 سنة، ويضم العديد من القطع النادرة من بينها قطع أثرية مصرية وأقدم حفرية عثر عليها في البرازيل. هو أكبر متحف للتاريخ بأمريكا اللاتينية، وقد تم تشييده قبل 200 سنة. لدينا قطع تم جلبها إلى هذا المتحف قبل 100 سنة، ولدينا قطع كانت في حيازة الإمبراطور دون بيدرو الأول والإمبراطور دون بيدرو الثاني، وألاف من القطع الأثرية النادرة. الحريق اندلع بعدما كان المتحف مغلقا ولم يخلف أي خسائر بشرية، لكن حالة من الذهول والحسرة سادت بين سكان مدينة ريو دي جانيرو، فتحول العديد من القطع التي تمثل غنى الثقافة البرازيلية وتاريخها إلى رماد شكل صدمة للمواطنين البرازيليين. أنا لم أرى ما حصل، لكنني شاهدت قصر الإمبراطور دون بيدرو الثاني بقطعه الأثرية النادرة تلتهمه النيران، وشاهدت تاريخ البلد بأكمله يتحول إلى رماد. أنا مصدومة مما شاهدته اليوم. المتحف الذي التهمته النيران بشكل كامل كان يعد موطناً لمجموعة متنوعة من المعارض النادرة المتعلقة بتاريخ الأمريكيتين، بما في ذلك آلاف الأعمال والقطع التي تنتمي إلى حضارة الأنديز.